عسلامة، شني حويكم؟ لبس عليكم صباح الخير اللي عنده صباح، ومساء النور اللي عنده مساء. إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال وأطيب، هذا هو الأهم. يا ربي يسعد قلوبكم، نحبكم برشا 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 برشا. واليوم جيت البارح معلش ما هبطش فيديو لظروفي الخاصة. اليوم إن شاء الله جيت باش نسلم عليكم لأني توحشتكم، ونحب نقول لكم بعد ساعتين إن شاء الله الساعة السادسة بتوقيت تونس بإذن الله، تنزيل الفيديو هذا بعد ساعتين بالضبط، يعني الساعة السادسة تقريبا بتوقيت تونس، باش نحب نعمل لايف في الفيسبوك. فما جاتني برشا أسئلة يحبوا يعرفوا على المنتوج. اليوم باش نتحدث عليه إن شاء الله على بعض المنتوجات، الفوائد متاعهم، وأيضا كيفاش تتحصل عليهم، ونتكلموا شوية زاد على الأكل الصحي اللي لازمنا احنا نعيشوه طبيعي، من أبسط الحاجات ومن أرخص الحاجات نجم نعيشه حياتنا صحية، في صحة جيدة احنا والعائلة متاعنا سعداء الحمد لله. إن شاء الله ما تنسونيش، أنا باش نحط رابط الفيسبوك متاعي في صندوق الوصف، وأيضا باش نحطه في تعليق مثبت تحت الفيديو هذايا. نتمنى أنكم تجيو تونسوني، أنا نتونس بكم كما أنتم تتونسوا بيا، نحبكم برشا في كل مكان في العالم الكل، وإن كنتم موجودين أنا نعرف تتابعوا فيه وتحبوني، أنا نحبكم من قلبي، وديما ندعي لكم توبرك. كنا احنا مازال هاك تشوفوا كيفاش الطقس وراي، كيفاش مازال كي طلع الصباح، أنا عنا تقريبا 7:30 متاع الصباح توا، بارد الدنيا مثلجة لا محالة، لكن الطقس كاينو باش يكون حلو اليوم، فما شمس. على كل حال بعد ساعتين إن شاء الله 6 بتوقيت تونس إن شاء الله مساء نتقابلوا في اللايف، ادعموني وجاو. واللي ما عندهاش فيسبوك راه تنجم تتسلف، يعني تدخل بالفيسبوك نتاع ولدها نتاع بنتها نتاع رجلها، فقط ساعة من زمنش باش نكثر أكثر من ساعة أو أقل ربما، لأنه عندي موعد بعد الساعة ذيك، يعني عندي 10 لقاء معكم في الفيسبوك نتاع القناة، ولحد ساعة 11 عندي موعد. شنو رايكم؟ جيوا بحذايا خلينا نعدوا وقت وقيت به، أما أخذوا لي ما تغشوش عليا. إن شاء الله يوم الثلاثاء أيضا باش نعملوا لايف، لكن في اليوتيوب. شنو رايكم؟ ردين عليا كيكا بيه يا سيدي، نحبكم برشا، نتمنى أنكم تجيوا للفيسبوك في اللايف على الساعة السادسة توقيت تونس. سامحوني نعاود نكرر، خاطر فما ناس ساعات تنسى ولا تغلط في التوقيت. الوقت 10 بالضبط بتوقيت كالجاري كندا، بتوقيت مونتريال الساعة 12 بالضبط الظهر بتوقيت مونتريال، هاو كذا تعطيت هيكم بثلاث أوقات. يلا ميلا باش ما نطولش عليكم، نمشيو مع بعضنا. إن شاء الله نهاركم طيب، ونشوفكم إن شاء الله في اللايف الفيسبوك متاع طبعا متاع القناة.